صباحنا مع الأبراج والحظ لحتى نعرف شو مخبلنا بهاليوم. صباح الورد لمولود برج الحمل. عندك اليوم مفاجآت سارة على صعيد العمل والمال، وكمان بالنسبة للوضع العاطفي بيكون أمورك كتير جيدة. لهون وين رايح؟ عرس ما راح تطلع على العرضة؟ والله عادي مو بتغار انت مو بتغار؟ والله عادي. لك يلا بابا عوض ضروري. يلا بابا يلا قومك داشي ما سمعت الماما؟ صباحك عسل يا مولود برج الحمل. يلا يلا. نهارك بيكون كثير ممتع بوجود الناس اللي بتحبهم حواليك، كمان عندك فرصة عمل جديدة جدا. لكوني بقى وطولي صوتك وخليني اسمع. عندنا جوزاء في عندك اليوم تفاهم كثير كبير مع الحبيب، كمان عندك تطور بالعمل وفرصة ذهبية لارتباط او عندك رحلة سفر ممتعة جدا. عفوا سنعود الى متابعة ما تبقى من الابراج بعد مجموعة من الاخبار السريعة التي وردتنا الان. اعلن صباح اليوم في بغداد عن انفجار في سوق شعبي ذهب ضحيته 20 قتيلا و50 جريحا. افادت الانباء ان الطائرة الاسرائيلية على غزة فجر اليوم ادت عائلة مكونة من 6 افراد قضت تحت الركاب. ارتفعت حصيلة الانفجارات المتنقلة التي ضربت العاصمة الجزائرية مؤخرا الى اكثر من 50 ضحية بين قتيل. لا حول ولا قوة الا بالله. على الصباح في القبض مساء البارحة على رجل تظاهر منفردا وسط العاصمة مخالفا بذلك القوانين اذ لم يملك تصريحا بالتظاهر. يخرب بيته، عمل مظاهرة لحاله، اكيد رح يدخل كتاب جينيس اصغر مظاهرة بالعالم. نرجع للحاس وللأبراج. يسعدني صباحك مولود برج السرطان. اليوم انت بتكون مزاجي شوي، ولكن امورك كتير منيحة وخاصة بالحب، وعليك بشوية تركيز بالشغل. صباحك وردي عزيزي مولود برج الأسد. اليوم بتمر بمرحلة ذهبية من حياتك، وخصوصا على الصعيد العملي وعلى الصعيد المالي، كمان امورك العاطفية ممتازة. وأحلى صباح لك المواليد برج العذراء. اليوم كتير منيح كمان ومناسب لتوقيع عقود جديدة كمان بيرافقك بكل ميادين الحياة. أما بالنسبة للحب عندك رسالة من الحبيب رح تساعدك. هل فيك عارفين شو رح يصير معنا اليوم؟ صحيح.